ها وقالت ايه دي كمان؟ بتقول عليك انك من اشباه الرجال اللي ما بيملكوش غير الشنب. دي قصدها عليك انت؟ اه تقريبا. عارف مين البت دي؟ دي اكيد واحده كانت عينها عليك وانت شنبتها. اسمها ايه البت دي؟ فريده شوقي، ملكه الترس. فريده شوقي، فريده مش فاكر الاسم ده. طيب يا جيجي خلاص انا هتصرف. انا سلام يا حبيبتي. لا سلام ايه، استنى انا محتاجه فلوس. انت لسه مكلماني من شويه في الموضوع ده، وبعدين في فلوس انت قلبتيها مني كتير قوي قبل الفرح يعني يا جيجي. صرفتهم طبعا، الفلوس بتوع قبل الفرح انا اشتريت بيهم فساتين فستانين عشان خاطر انت عندك فرحين. اوكي يا جيجي ماشي، هخلي ضمنهوري يبعت لك اللي انت عايزاه. يلا سلام يا حبيبتي. سبحان الله، خلصت الفلوس كلها على الاسكيروس سيروس. سوري؟ الاسكيروس. اسكيروس. جميل، قلت لك 100 مره ما تحاولش تتكلم انجليزي، انت اساسا ما بتعرفش تتكلم عربي. بقول لك ايه؟ انا هسافر لاميتا بقى. خدني معاك. فين؟ للاميتا. تعمل ايه؟ اتفرج من بيت. بس ما تصورش. لا عيب عليك يا ابني، دي مراتي ورايح اقضي معاها شهر العسل، انت مجنون. وبعدين هروح اقفل معاها الديل. ديل ايه؟ الديل اللي انا فاتحه معاها عشان الشركه. شركه ايه؟ الشركه اللي احنا بنشتغل فيها. اه دي؟ والله جميل. انت عارف يا جميل، انت لو بعت مخك ده يجيب فلوس كتير قوي، لانه لانج زيرو لسه ما اشتغلش. شغل مخك بقى. معقول شركة ايه؟ ما هي دي الشركة. تمام. بص يا سيدي، لميتا دي ست عملية وشاطرة جدا وعندها علاقات كتيرة. فأنا راح أقفل الديل اللي أنا فاتحه معاها، وفي نفس الوقت أتعرف على الناس دي، يمكن أقدر أفتح شغل جديد للشركة. فهمت حاجة؟ أنا كنت متأكد. لا مية، لا أخد برد، أخد برد، أخد برد. حاجة بلاش غرق بقى. شوف خدت يلا قوم عشان نحضر الشنطة. يعني هاجي معاك؟